مرحبا أطفالي الحلوين والرائعين، كيف حالكم؟ أنا مس هنادي، واليوم لدينا درس عن حرف جديد. لكن في البداية دعونا نراجع قليلا حرفنا الذي درسناه في الدرس السابق. كما ترون أمامكم، حرفنا كان هو حرف الكاف، اسمه كاف وصوته وهذا شكله في آخر الكلمة، وهذا شكله في بداية ووسط الكلمة. هيا نقرأ مع حروف المد الطويل والقصير. كا كو كي، مع حركات المد القصير. كا كو كي. وفي درسنا السابق قمنا بتركيب كلمة أسماك وكلمة كوخ. اليوم يا أحبائي لدينا حرف جديد، هذا الحرف سنتعرف عليه بعد مشاهدة والاستماع للقصة، ثم سوف نقوم بقراءة كلمات القصة، التعرف على اسم الحرف وصوته وشكله، ربط الحرف بحروف المد الطويل وحركات المد القصير، التعرف على طريقة كتابة الحرف، وفي النهاية سنقوم بتركيب الكلمات. هيا أحبائي نستمع للقصة. اسم القصة: اليوم عيد ميلاد ثريا. أكملت ثريا 3 سنوات. اشترت لها أمها ثوبا جميلا. واشترت لها أختها قصة ثعلب. وأحضر لها والدها كتاباً عن الحيوانات به صورة ثور وصورة ثعبان. فرحت ثريا كثيراً. شكراً لكم. هيا نقوم بقراءة كلمات القصة من خلال الإجابة على أسئلة القصة. هيا يا أحبائي، ما اسم البنت في القصة؟ ما اسم الطفلة في القصة؟ أحسنتم، اسم البنت ثريا. ثريا، ماذا اشترت لها أمها؟ اشترت لها أمها، أحسنتم رائعين، ثوبا جميلا. ثوبا جميلا. كم أصبح عمر ثريا؟ فكروا جيدا، تذكروا. نعم، أصبح عمر ثريا 3 سنوات. 3 سنوات. ماذا اشترت لها أختها؟ اشترت لها أختها قصة، نعم، ثعلب، قصة ثعلب. وماذا أحضر لها والدها؟ ماذا أحضر؟ أحضر لها كتابا عن الحيوانات، عن به صورة ثعبان وصورة ثور. هيا رددوا ورائي الكلمات بصوت عال. ثريا، ثوب، ثلاثة، ثعلب، ثعبان، ثور. أحسنتم. إذن ضيفنا اليوم وصديقنا هو حرف مشترك في جميع هذه الكلمات، هو حرف الثاء. نعم، إنه الثاء، صوته
صوته. هيا نحيي حرف الثاء. أهلا وسهلا بك ضيفنا الجديد، هذا هو ضيفنا حرف الثاء. أهلا بك يا ثاء، أهلا بك يا ثاء. اسمه ثاء، صوته طبعا يلفظ ساكن. اسمه ثاء صوته. هيا معي أصدقائي لنتعرف على أشكال حرف الثاء، كيف شكله؟ إذن حرف الثاء له شكلين، شكله في آخر الكلمة، هذا هو شكله في آخر الكلمة، وممكن أن يكون متصل أو منفصل، وهذا شكله في أول ووسط الكلمة. إذن له شكلان، له شكلان. كلمة ثعلب، ثعلب، ما شكل الثاء فيها؟ ها هي شكل الثاء، تلفظ في أول الكلمة، وهذا شكلها في أول الكلمة. كلمة مثلث، مثلث، ما شكل الثاء فيها؟ هذا هو شكلها في آخر الكلمة، متصلة، وتوجد أيضا في وسط الكلمة، متصلة. إذن يوجد، نلفظها مرتين، في آخر الكلمة ووسط الكلمة، في كلمة مثلث، مثلث. كلمة كمثرى، كمثرى، توجد في وسط الكلمة وشكلها هكذا، وشكلها هكذا، إذن متصلة في أول في وسط الكلمة. إذن الثاء في أول الكلمة ووسط الكلمة تكتب بهذا الشكل، وفي نهاية الكلمة تكتب هكذا، وممكن أن تكون متصلة وممكن أن تكون منفصلة. هيا نتعلم طريقة كتابة الحرف. هيا معا، حرف الثاء هو الحرف الرابع من حروف اللغة العربية. اليوم سوف نتعلم طريقة كتابة حرف الثاء وكذلك طريقة نطقه. يكتب حرف الثاء هكذا. إذن يكتب هكذا في آخر الكلمة. مرة أخرى. يكتب هكذا في آخر الكلمة، ممكن أن يكون متصل وممكن أن يكون منفصل. ويكتب حرف الثاء إذا كان في أول الكلمة هكذا. وفي أول الكلمة ووسط الكلمة يكتب هكذا، يوجد فوق رأسه ثلاث نقاط. لنشاهد مرة أخرى. هذا شكله في وسط وأول الكلمة. مثال، مثل كلمة ثور. ثور، كلمة ثور جاء في ثور أول الكلمة.